السلام عليكم ورحمة الله وسهلا بكم أحبتي، هذا أخوكم ماجد من قناة ألعاب ماجد. سبل أرينا باتل رويال واحدة من الألعاب اللي نزلت على جوجل بلاي، صار لها تحديث اللعبة في تاريخ 21/8/2023، يعني قبل 3 أيام أو 4 أيام صار لها تحديث. راح نشوفها وياكم اليوم وإن شاء الله تحوز على إعجابكم. اقول لك اكسبت سياسه هذا البرايفسي بولوسي، سياسه اذا ما توافق على سياسه الخصوصيه ما يمكنك من دخول اللعبه. شكرا. Hold your device like this، يقول مسك الجهاز مالك مثلها، يعني علمك على الحركة مالته. الواحد وواحد هذني الطاقات مالت اللاعب مالك ما مفتوحة بعدها. collect the mana portion you need mana to cast a spell. اوكي، يقول جمع البوشن مال المانا، يقول تحتاجه هذا المانا والتعاويذ. الان فتحت الطاقات، شايفينهم، راح استخدمها. يقول قدمها. ها اكو اتجاه شوف تروح بيه، لازم تقدمها للامام وتهدها على الخصم مالك، تحدد اتجاهها وتدفعها على الخصم مالك. A baking mana potion increase your max mana، يعني تقدر راح يزيد المانا مالك. هذا المانا شايف الحاي الخط الوردي جوا هو المانا. continue راح اقول له spell half mana cost. اوكي معنى تستام تو افتر سكيل. اوكي، يعني يقول المانا تشحن بعد استعمالها من قبل المهارات. keep moving forward، تقدم للامام. احنا قلنا نقدمها شويه، نقدمها شويه وبعدين من تنشن هي على شو اسمه نعوفها. you can also تاب تو اوتو اتاك. اكو اوتو اتاك. طيب خلينا نشوف الاوتو اتاك. شايفين اوتو اتاك بوحده هاجم، بس دست عليها انا، دوس عليها مره واحده وهو يهاجم بوحده. هذه سبيل مالت الشفاء، شوف راح يزيد الشفاء مالي الان، شايفين. طبعا لعبة سهلة وما الاسم، وحاط لك اسم، هذا الاسم ما يفيدنا، سجل اسمك. اقول كونتينيو. هناك باللعبة اكو شريط مهام، شريط المهام ياخذك كل ما تلعب يقدمك لي قدام شوية بالمهام على حسب الكوس اللي الآن جمعت 20 كاس، على حسب الكوس اللي جمعهم هاي فياخذك للأمام، وكل ما تتقدم فيه يا يعني يفتح لك كاركتر شخصية جديدة يعطيك، أو يفتح لك يعني يعطيك شيء المهام، فلوس. شوف فلوس شيء يعطيك، راح نشوفه الآن وياكم. هذا تشست إجاني آي شاردز، هذا وحدة من الطاقات أو نسميها المهارات، مهارة الثلج.
هاي تجمد العدو والدمرة وعشرين قطعة نقدية. بعد كل شيء لا هذا هو كل شيء ديك يوز باتل. راح استعمل الثلج الان بالمعركة اللي طاني اياها مهارة الثلج. شوف صاروا ثلاث مهارات عندي. شو ذاك الحية؟ ها طبعا شانها شان العاب الباتل رويال فيها زون، منطقة زون لازم تشرد من الزون. لا 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 الزون منها، خلي لوحك الزون احسن يظل وياك. الزون هم جاي منها. اخذت شفاء انا، تخلصت من هذا اللي لاحقني. استطعت اخذ الشفاء. الآن الزون يطبق علينا، راح يبقى آخر واحد هو يفوز. ناخذ الشفاء. بقينا أنا وهذه. قتلتها وفزت في المباراة. اللعبة جميلة الحقيقة، فزت بالمركز الأول. لعبة جميلة ومن أمتع الألعاب اللي لعبتها. آمل الحقيقة اللعبة تحازت على إعجابكم. خلينا نشوف بس شريط المهام، تعلمكم على شريط المهام. هذا كاركتر جديد أرتش ميج، هذا رامي السهام. باك ليفل ابجريد، طورنا الليفل ماله. طبعا راح يكون الدمج ماله اقوى الان واحسن. اني اروح للمعركه مره ثانيه، راح العب وياكم هاي شوي المعركه حتى نشوفها وبعدين شو اسمه. شوف اذا توصل على بورشن لو شيء ينطيك كتابه element بورشن بوست سبيل سترينث، هذا يعطيك قوة، يعطيك قوة لل فأخذها. هذا خلينا نشوف شو يسوي. هذا ما أقدر أروح له، جاني هذا الزون يطبق. أكو عناكب هم وحوش وعناكب هواي، لازم تديرون بالكم منها. شوف العناكب، نبتعد عن زون. شباب بقوا تسع لاعبين، شايفينهم رقم تسعة، ثمانية بقوا الآن.
صح، حصلنا على المركز الأول قبل شوي، خلينا نشوف أي مركز نحصل عليه الآن. لا ياخذنا الزون. قتلت اثنين انا قاتل. والله حتى الرسومات جميلة مالتها، شوف اهرامات والخارطة تتبدل كل ساعة تطلع لك خارطة جديدة. الان الزون يطبق على اللاعبين. شوف راح يعزم. ايضا فزت في المركز الاول. اتمنى اللعبه حازت اعجابكم، بس ما طلع من اللعبه حتى دليكم شريط مال المهام. على العموم شريط مهام موجود على الكوس. الكوس قد ما هذا الان راح يدش. هذا شريط المهام شباب، شايفين اخذها اسوي من المجمع. طيب حلو، اعطاني مهارة بعد. هذا شريط المهام شايفينه، اريد امشي وياكم فيه حتى ادليكم اللي موجود بشريط، بس الحقيقة لا زال يتحكم باللعبة هو. اتمنى لكم التوفيق باللعبة وان شاء الله حازت على اعجابكم، حتى القاكم في لعبة جديدة. هذا اخوكم ماجد، في امان الله.